احنا بالنسبه لنا كطلبه يعني كيسب لنا يبغي يقولوا عطلب عاديه وصافي، يعني ما كنطال ما عندنا شي مطالب فيه، باقي ما كنشوفوش ليه بالنظره كما كيشوفوا بلي الموظفين، ولا كيشوفوا انه كيمثل لهم واحد السامبل انهم خصو ياخذوا فيه الحقوق ديالهم كعيد الشغل او حاجه. فاتح ما عيد وطني بحال هالاعياد وعيد الشغل بالنسبه لكل شيء C'est un jour où les gens pensent au travail, aux conditions de travail, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils voudraient demander, etc. Voilà. Donc pour moi, grosso modo, c'est ça. Je suis بالنسبه لي جون سيكوريتي، وكاين شي شركات بحال دوك ديال كونفيكسيو هذاك الشيء، دوك خلاص هذاك ما يعرفوا لا فاتح ما الى والو. بالنسبه لي انا كنعرفو معروف عالميا عيد الشغل، دونك انا مازال ما خدمتش، بالنسبه لي احسن نخدم عاد كنجرب ونعرف شنو كيعني. اذا في الاجور الشعب راه ضايع، ايوا الشيء اللي كاين هو هذا، طلبوا من الحكومه ديالنا تزيدنا في الاجور وتزيدنا في لاكيس، راه لاكيس راه عيانه شويه ما كنشدوا والو.